السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ احترافي. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بأحسن الأحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد. بما أنه العيد قرب بغيت نصايبكم كعب غزال. راه كيجي غزال وبمقادير بسيطة وما فيش حاجة بزاف كثيرة. عندنا نص كيلو ديال اللوز كنطحنو مع 250 غرام ديال السنيدة، 50 غرام حتى 60 غرام ديال الزبدة حيوانية، عندنا الزهر الروح ديال الزهر، عندنا هنايا 125 غرام ديال الزبدة حيوانية، عندنا نص كيلو ديال الفرص الدقيق الأبيض باش كنخلطو بها الزبدة، قريصة ديال الملح، نص معلقة صغيرة ديال المسكة الحرة، معلقة صغيرة ديال العسل، كنخلطوها مع اللوز باش كتجي ديك التعليكة وكيبقى لنا كتبقى لنا الكعبة ما كتنشفش لينا دغيا. نبداو إن شاء الله نطحنو اللوز على بركة الله. نديرو اللوز في الماكينة، طحنة الأولى بلاش، طحنة الثانية غنديرو فيها سنيدة. حتى نكمل طحين نطحن كلشي ونرجع لكم. دابا طحنتو الطحنة الأولى، أنا غادي نخلطو مع سنيدة وغنطحنو الطحنة الثانية. هي سنيدة رابعة ديال سنيدة في نص كيلو ديال اللوز، واللوز غتخليوه ملي غادي تسلقوه غتخليوه ينشف ليلة كاملة ينشف وعادو ونستعملوه. دابا غنطحنو الطحنة الثانية باش ما نبرزتكمش وصدعكم، غنطحنو حتى نكمل. ها هو دا اللوز طحنتو، ونزيدو الزبدة لينة، 60 غرام ديال الزبدة، العسل معلقة صغيرة ديال العسل، وغنبقاو ندخلو الزبدة في اللوز، ندخلها مزيان. أنا ما كنديرهاش دايما، كنخليها هكا لينة وكنخلط مزيان حتى كيندمج داك اللوز مع الزبدة. ما كتجيني لينه هكا احسن. هيا بعد ما دخلت الزبده في اللوز كنزيد الزهر، كنزيد واحد شويه ديال الزهر، الروح شويه ماشي بزاف، غير جوج نقيطات ديال الروح، وكنزيد نخلط بالزهر. صافي تخلط ليا وكيجي معلق. واللي بغى يدير فيه في اللوز القرفه يدير القرفه، انا ما كنديرش القرفه. شويه ديال الزهر ماشي بزاف باش ما يجيكمش، حيت الزهر شويه مع المده الكعبه كتغمال الا كثرتو فيها الزهر بزاف. ها هو دا اللوز ديالنا، ها هو جمعتو. ها نتوما ها هو جا معلق، شفتو؟ نديرو به اي حاجه ممكن نشكلوها بها، كتجي كيجي اللوز ساهل. ها هو دا شتو معلق. دابا غندوزو للعجينه، بسم الله على بركه الله. غنبداو دابا العجين. عندنا هنا 300 غرام ديال الطحين الفرص، ربما غنكون غلط سمحوا لي بزاف، راه ماشي 500 غرام، 300 غرام ديال الفرص. ويلا كانت 500 غرام راه كنديروها بالنسبه لكيلو ديال اللوز، اما هذا عندي نص كيلو ديال اللوز غندير فيه 300 غرام ديال الطحين، وغندير ليه قبيصه ديال الملح، وغنعجن 125 غرام ديال الزبده، وغنديرها لينه وغنجمع حتى غادي تندمج داك الفورص، غيندمج مع الزبده. هذه هي طريقتي، راه كان ما كندير فيها لا سكر لا حتى حاجه، كتجي الكعبه غزاله. ونتمنى من الله جربوها.
كنبقى ندخلها نتوما حتى دخلت الزبده مع الفرص مزيان. دابا غنزيد الزهر، انا كنخلط بالزهر ما كنخلطش بالماء، شويه بشويه نخلط الطحين مع الزهر. ما كتجيش العجينه جاريه، كتجي شويه قاصحه باش ملي كنبداو نطلقوها كنتحكموا فيها. كنقولكوش بزاف بزاف، انا كاينه شويه هيا دي. دابا وجدنا هاي ما جارياش ما قاصحاش بزاف ما بين وبين. دابا غنبداو ان شاء الله ندوزو نشكلو. دا هو اللوز ديالنا، ها هو دا وجدتو حربلتو، وغادي نبداو نشكلو. غادي ندهن واحد شويه سطح العمل وغنبداو كنطلقو هكا هيا حتى كتبقى كتولي رقيقه، كيولي سطح العمل باين. نديرو اللوز ديالنا وكنلويه بحال هكا، ها نتوما كنبقاو ندورو بحال هكا، ها نتوما ها هو ها الكعيبة ديالنا بحال هكا. غنقطعوه وغنحطو هكا، غنعاود معاكم وحده اخرى. هكا كنلويو العجينه على هكا، كنحاولو نديرو على هكا باش ملي كنكونو كنطنيوها ما كتمزقش لينا العجينه. قطعوها غنزيد نخدم معاكم وحده اخرى. العجينه ما كتقطع ما والو، كتخليوها ملي كتعجنوا كتخليوها واحد شويه ترتاح على ما كتكوروا اللوز وترجعوا تخدموا. ها نتوما بحال الطريقه كتعاودوا تنيو اللوز، تنيو هكا كتبقاو تطلعوا من هنا نتوما كتطلعوا نتوما كديروا له بحال هكا. ها نتوما من القنت كتبداو من القنت نتوما كديروا هكا وهي كتطلع العجينه كتطلع الكعبه. ها نتوما كنقطعوها ان شاء الله مره اخرى غندير لكم الكعبه من القرشه. غنزيد نخدم معكم وحده اخرى وندير هكا. هانتوما كطلقوا العجينه هكا كتشدوا هاد اللوزه اللوز كديروا له بحال هكا وكتوليو تطلعوا نتوما غاديين وانتوما كطلعوا العجينه حلاك.
هانتوما. كنتمنى من الله تكونوا شفتوا وصلتكم الفكره مزيان. باش ما نطولش عليكم الفيديو غنبقى حتى غنكمل الكعبه ديال اللوز ديالنا كاملين كامل، وغادي نخليوها ترتاح، غنخليوها حتى الغدا ان شاء الله، وعاد غادي نديروها ندخلوها للفران طيب. غادي نتقبها دابا ملي غتسالي غنتقبها بالبره وغندهنها ونخليها البيته حتى الغدا ان شاء الله، وعاد نديرها للفران ونتلاقاو ديك الساعه في الشكل النهائي. ها هي دابا كملتها في التشكال ساليتها، دابا غنبقاو غنشدها نتقبها ثلاثه ديال التقبات من التحت، وغندير هنايا ثلاثه ديال التقيبات الفوق، وغنتقبها حتى لهنا لان كتنفخ، الا مشات دخلت الفران تنفخات ما كتبقاش عاطي الشكل ديالها زوين. بقى على هذا الشكل بحال هكا، حنا غاديين تنكمل كل شيء، كملها كامله وغادي ندهنها بالزبده شويه تنكملو في التقيب، وغادي ندهنها بالزبده بحال هكا. انا باش نطول عليكم الفيديو غندير كلشي حتى نسالي هيا، وغادي نخليها دابا تبات. ملي ها هي الكعبه ديالنا باتت، ها نتوما راه كتولي. غادي نعاود نتقبها مره اخرى، غادي غير نعاود فوق ديك التقيبات اللي كنت تقبت باش ملي ندخلها الفران ما تنفخش. ها هي كرمات مزيان، وغندخلوها على نار مهيله ماشي مجهده، ما تجهدوش عليها الفران. وملي غادي ندخلها غادي طيب واحد شويه، وغنعاود نخرجها باش ندنها بابيض البيض باش كتعطي داك اللمعان في الكعبه، كتعطي اللمعان ديالها زوين. عاودتهم غنبقى حتى نكملهم، وغادي نرجع للشكل النهائي ديالها ان شاء الله. يلا دابا هما درت لهم نص طيبه، واحد شويه دخلتهم الفران وخرجتهم، غادي ندهنهم بيض البيض. نحاولوا ملي يكونوا كندهنهم ما نوصلوش هاد الحواشي هادو، لان هنا ملي كدير تدخلهم الفران كيوليو كيتحمروا لنا بزاف. نحاولوا هناك غير بابيض البيض باش كيعطيونا داك البريو في الكعبه كتولي تلمع لمعان. نحاولوا ما نوصلوش البيض هنا، نتمنى من الله تكون وصلتكم الفكره مزيان وتجربوه وديروا لي تعليق. نبقى حتى نكملهم في الدهين ونرجع لكم. لما طابت الكرغزال ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى من الله ينال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو ديالي ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي ما مشاركش، وتضغطوا على زر الاعجاب باش يوصلكم الجديد ديالي. ها الكعبه كي دايره، ها كتجي فتيه بزاف غزاله. نتمنى من الله تعجبكم بالصحه والراحه.